بدينا في طبخ البصل بإضافة قليل من زيت الزيتون، ومن ثم شوحنا البصل، تركناه لمدة تقريبا 3 ساعة، اتذبل، نزلت ميته، بعدين نشف. أضفنا طبعا إيش هو؟ السماق. أضفنا السماق، الملح، شوية هيل وشوية بالبهار المشكل، وبعدين بلشنا نضيفه على الخبز. الخبز طبعا أخذنا شوي من مرق الدجاج أضفناه على البصل، وبعدين شربنا خبز الطابون وضعناه في صينية، وبعديها فردنا البصلات. الدجاج كان عندي جاهز، أضفناه في آخر طبقة، وعملت صلصة خاصة للدجاج عبارة عن سماق وزيت الزيتون وشوية ملح، ودهننا الدجاج ودخلناه على الفرن لمدة تقريبا 10 دقائق، حمرناه على السريع، وبعدين طلعناه وقدمناه، وصحتين وألف عافية. وأول طبق من أطباقنا لليوم سخن الدجاج من دجاجتين، كيلو بصل مقطع، كوب من زيت الزيتون، نصف كوب من السماق، خبز طابون أكيد موجود، وملعقة من البهار المشكل، هال ولوز التقديم، وشوية ملح وفلفل. أول شيء على 10:30 أنا بلشت أطبخ البصل مع زيت زيتون تذبيل. طريقة للناس اللي بيحبوش الزيت كثير على الأطباق. أوكي. بتجيبوا طنجرة غير لاصقة وبتضيفوا البصل، قلبوا فيه، بعد شوي حيصير في مي، المي حتنشف، وبس ينشف المي ضيفوا الكمية اللي بدكوا إياها من زيت الزيتون. هاي طريقة للناس اللي بحب يكون الزيت خفيف. أنا هون طبقته عادي. حطيت زيت، أضفت البصل المقطع إلى مكعبات وذبلته مع بعضه عشان يخف الزيت. لا لا، هذا عادي. طبق عادي عشان يخف الزيت. الطريقة اللي حكيت، الطريقة الثانية للناس، إذا ما كنت تشروط عديك خبز الطابون كلام فاضي، صح ولا لا؟ أنا معك. إن لم يكن الزيت يشروط في المسخن فلا تأكل، فلا تأكل. أعطيني كلمة أخيرة فيها نون. فلا تتمسكن. فلا طيب أبطاها. أنا هون عم بسلك دجاج، طبعا دجاجتين، معطيهم باقة عطرية من ورق الهيل، سوري، من ورق الغار، من الهيل، بصل، سنثوم، يعني كل شيء موجود فيها. وعندي صارت شوربة، طلع الشوربة شو محلاها، يعني مرق دجاج يعني بشهي. ماشي. الآن كونه عندي هالبصل هالدجاج جاهز، لأنه إحنا ما فينا نطبخ كل شيء من الصفر يعني مشان الوقت، أكيد 100%. فعندي هون هالبصلات جاهزين، تمام، راح أضيف أكيد الملح، والملح طبعا حسب الرغبة على هالبصلات. وإحنا هون بالأردن ما منحب كل شيء مالح. أنا هون بحب أضيف على البصل هيك براس الملعقة شوية هيل، براس الملعقة صغيرة هيك، تمام، وكمان شوية بهار مشكل برضو كمان، طلعوا قديش في راس الملعقة، طلعوا، بحب أضيف هالشغلة. يا سلام. وطبعا أكيد فلفل أسود. هون السماق بدي أضيفه في آخر مرحلة من الطبخ، ليش؟ حتى ما يسود معي. برفعه على النار شوي، بدك يضلوا على حمار. أيوة شوي. يضلوا معطيك الحمار ومشعرك إنه هاي أكلة مسخن. أيوة يا عيني عليك. أنت سألتني قديش كمية المسخن أو السماق، قديش بتحط سماق. يعني شوف علي، أنا بالنسبة لي بحبش إن يكون السماق كثير. طلع، ها شوف اللون المحلى، طلع هيك، بس هيك معقول. شايفة يعني. شم لي هالريحة، شم ريحة البصل. هذا هو، خلاص، هاي ريحة المسخن، شلنا عن النار، بدناش نطبخ لأنه إذا طبخناه كثير للمسخن للسماق بدك بتغير لونه، بصير لونه أسود. تمام، إحنا جاهزين. تمام، ومياتنا جاهزة، ودجاجاتنا. أيوة. مسلوقات. طابونتك وين الآن؟ موجود، شلشم موجود. خليني بس أشيل كمية من البصل على جنب هون يا أبو طه. بسم الله الرحمن الرحيم، دائما وأبدا. تفضل يا بعون. وناخذ كمية من هالبصل. طلع اللون محلا، شوف اللون، شوف اللون، شايف؟ يا عيني. بصلات يعني مش 100%. أيوة أيوة أيوة، هذول بدي أحطهم على الخبزات. أوكي. ضل عندي جوا شوية بصل تحت، ملاحظ؟ ضل عندي بصل جوا، بجيب من مرق الدجاج، مرق الدجاج. وين بضيفه؟ على البصل. على البصل. وكمان لأنه أنا مش مكثر زيت، شوي من زيت الزيتون على الخفيف. أيوة، هذول إيش هذول؟ هذول بدي أشرب فيهم الخبز. أيوة. طيب. الله. هذول بدي أشرب فيهم الخبز، بديش لأنه في ناس بيشربوا الخبز بس زيت.
اوكي تطلع كثير ثقيله. فانتوا استحياطا حطوا لكم هيك شويه بصل مع من مرقه الدجاج مشان تكون هيك يعني تمام خفيفه. تمام طيب نجيب خبز الطابون يا ابو طه. يلا اجراءاتك انت، مين هالمخبز اللي بيفتح لك ببيعك طابون؟ ايوه والله انك رهيب. انا ما توقعتش حدا يسالني هذا السؤال. ما توقعتش حدا الا انت. طيب من وين جبتهم؟ والله باليوم الخميس. اشتريتهم بالليل؟ اشتريتهم فريش. حطيتهم بالكيس وفرستهم. نعم. بدك تشغل مخك طبعا. 100%. ايوه بعدين. لا انت ابو عون يعني ما يا ابو طه. بنجيب هالرغيف. حطه وين؟ داخل. سويناها. ايوه. تشريب. بنشربه يا ابو طه. يعني شايف ابو طه؟ بعدين كل رغيف برغيفه بدنا نحط عليه بصلات وصح. طبعا كل رغيف برغيفه. ايوه الان بصلاتك يا خالي. ها ايوه حط ابو طه غلبك هون. الله يرضى عليك يا ابو طه المحترم. بس دير بالك لانه على الحفه ابو الحفه. والله هي اسمع هي كلها على الحفه. والله هي كلها على الحفه. ناخذ هالبصلات ونبلش ايش يا ابو طه؟ نحطهن على نفرد. افرد. ايوه نفرد هالبصلات وين؟ الرغيف الثالث شرب عليها هيك شايفين يا شباب. وبعديها تمام. يعني ممكن انه نحن نعملها كلها بالزيت بس والله كثيرة يعني بتصير بالزيت ما نقدر لهاش يعني بتصير ثقيلة. اما التشريب هون الخفيف. ايوه الان جاجي ايش انا جاهز يا ابو طه. يا سلام. فرني مسخن على حراره 160. عمرك سويتها مع ديوك بلديه؟ يا سلام. طبعا كون هيك طبعا يا ابو طه بلدي قاعد على هالمسخنات. قبل بيوم كان يصيح. قبل بيوم ها قبل يوم. بيوم ثاني يوم قاعد على المسخنات. طيب شوف خليني بس انا هذا التكنيك اللي بحكي لك عنه يا استاذ عبد الله. شايف طلع يشلح القفازه عشان ما يقعدش يلبس قفازه ثانيه ولابس قفازين فوق بعضه خلاص صار جاهز. يلا البلدوزر. طبعا هذا طبعاً. تكنيك يا حبيبي تكنيك يا ابو طه. الان ناخذ بالمناسبه الشيف علي فريتخ بيسلم عليك كثير السلام حبيبي يا شيف علي تحياتنا. الان بدنا نسوي خلطه لمين؟ للجاج. يلا هسه افرجك كيف. حط البصلات الدجاجات وين؟ على وجه المسخنات هو راح يفوتين على الفرن صح؟ بس بدنا نسوي خلطه لهم هسه احنا. طب ليش في ناس مثلا ليش في ناس بحطوا الدجاج لحاله بشو شوي؟ نعم بشو شوي لحاله بصير. وبعدين كله بصير انت مستويه بس بدك تحمره تحمير. تحمره تحمير مع الخبز شوي حتى هيك الخبز لانه مسخن لما يطلع ناشف كثير مش طيب. تمام لازم تتغمس هيك تشروط فعلا 100%. يعني هاي طريقة الحجة يا عبد الله الله يرحمها. احنا عم نحاول نسوي طبخ بيتوتي يعني احنا الشغلات البسيطة السهلة وان شاء الله يعجبكم يا رب. الان يا ابو طه بعد ما هالدجاج طلعناه شو بدنا نسوي؟ على جنب هون بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خليك معي يا عبد الله. بدي احط يا عبد الله من زيت الزيتون ومن هالسماق فلفل اسود وشويه ملح وبخلطه كله مع بعضه. شايف يا بطاطا طلع بطاطا. وبعدين الله عليك بنضيفه على يا سلام الجاج. يا سلام ويا سلام يا سلام. ايوه ما شاء الله. هيو الان بدنا ندخنه على الفرن
هون كمان شوية من هال البصلات. الله. والآن وين بده يروح حبيبنا؟ بده يروح على الفرن، نقول له يعني 10 دقائق زمان. تحميرة تحميرة. أطراف الخبز تتحمر، كل دجاج يتحمر. تحميرة. وصلى الله وبارك، هذا هو طبق المسخن التقليدي. بكل بساطة. وطبعاً كل بيت كل بيت. إلهم طريقة. سيدة. إلهم إلى طقوسها الخاصة في صح. إعداد. صح. المسخن، وطبعاً مع احترامي لكل الطرق أكيد يعني صح. احنا هاي واصلا اهل البيت بيكونوا متعودين يعني على هاي الطريقه، وبتكون هاي الطريقه اللي بيسووا فيها هي اسكى طريقه بالنسبه لهم. هذه طريقه من الطرق، وهذه احدى طرق عمل المسخن، بامكانكم تجربوها بكل بساطه زي ما ورجانا اياها الشيف. طبعا اكيد بلدوزرنا الرائع الشيف نضال البريحي، وهي كمان خفف الزيت يعني قد ما نقدر قد ما نقدر قد ما نقدر خففنا من. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال شوف السأسة، تعال قرب خليه لا اسمعك خليه اقرب جاي ابو الخطاط بقرب جاي. تعال بقدر ياخذ عبد الله. انا بدي تشوف طلع.